نزار، أود أن أنقل الميكروفون بين الناس كي نأخذ آراءهم. لماذا خرجوا اليوم؟ تلفزيون الدنيا أنت على الهواء مباشر، يسألك لماذا خرجت اليوم؟ خرجنا لنعبر عن وطنيتنا وعن انتمائنا لهذا الوطن، ولنقول للجميع هنا سوريا، هنا مصنع الرجال، هنا مصنع الأبطال، هنا القرارات تتخذ وليس في أوكار العار، هنا العزة، هنا الفخار، هنا أبناء سوريا الأحرار سيعطون درسا لكل الأشرار، هنا يتقرر مصير الأمة ويتقرر مصير الشعب العربي، وليس في تلك الأماكن المشبوهة. هناك حيث رائحة بيرتمان ونتنياهو تفوح من مقرات هذه الجامعة التي تحولت إلى مركز للدعارة السياسية. شكرا جزيلا لك. أيضا أنتم رجال الدين اليوم خرجتم، الشيخ علي رشاد، قلت لي تحت الهواء أنكم خرجتم، وهذا الخروج غير الخروج الماضي، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الماضي خرجنا تأييدا للسيد الرئيس ولمسيرة الإصلاح، أما اليوم خرجنا غاضبين بما نراه من هذه الجامعة التي لم تتكلم إلا اليوم في الأزمات الحقيقية، لم تتكلم ولم تبدي أي رأي، أما الآن لأن المسألة ضد سوريا فهي مسيسة، ولكن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر، فنحن أقوى بكثير مما يظنون وما يعتقدون. سوريا قوية وسوريا الله حميها وسوريا بإذن الله منتصر عليهم وعلى سواهم. نعم. أنتم الشباب أيضا مشاركون في هذه المسيرة، لماذا؟ كنا رفضا لقرار جامعة الدول العربية على هذا القرار الغير شرعي. سيادة الرئيس، نحن مع قلوبنا وسيوفنا معك للأبد يا بشار الأسد، ونقول لهم ونقول للأمريكان والجامعة العربية لا حياة بلا شمس ولا كرامة بلا بشار الأسد، أزيلوا القواعد الأمريكية في الدول العربية وأزيلوا السفارات الإسرائيلية في الدول العربية. لماذا الشرعية السورية تعلق؟ لماذا؟ نسألهم هذا السؤال، أزيلوا السفارات الإسرائيلية في الدول العربية. شكرا وبصلنا. نعم. بعد رقاد ونوم دام 40 عاما، اليوم تستيقظ الجامعة العربية وتعلق عضوية سوريا، ماذا تقول أنت وأنت مواطن سوري؟ أساسا الجامعة العربية نائمة، وإنما قد تكون مقبلة ومخططة، يعني هي تؤمر بأوامر الخارج، أوامر بيلتمان وأوامر أجناب الاستعمار. نحن بسوريا يجينا لنرفض القرار الظالم الجائر الغير شرعي إطلاقا اللي بيعبر عن 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 مجلته. جينا الجماهير تعبر عن تمسكها بالارض، تمسكها بقائد الوطن، كلنا ايد واحده، كلنا بنوجه كلمات بغيرهم، الله سوريا بالشارقه. شكرا لك. الباحث والكاتب محمد حبيب، انتم اليوم خرجتم، الجامعه العربيه تعلق عضويه سوريا، يعني قلت لي انكم تعيشون على الاسودين، التمر والماء، ولا يمكن ان يذل المواطن السوري، ما حقيقه هذا الموضوع على الارض؟ حقيقة ما جرى في عروقة الجامعة العربية هو وصف مثالي جميل، كما يقول الشاعر: لمت الآلام منا شملنا، أحيانا الكثير من الناس معادنهم الأصيلة لا تتجه إلا في مثل هذه المحن، وهذه المحنة وحدت الصفحة.